نؤمن بالغيب، وفي أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اللي هم مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. فكلمة غيبة من غابة، إيه الموضوع ده؟ يعني إيه غيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ بيقول الصحابة: أنتوا عارفين إيه هي الغيبة؟ الله ورسوله أعلم، عرفنا يا رسول الله. إيه هي الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، إنك تقول عنه حاجة هو يكرهها، سواء الحاجة دي بقى في الدين، سواء في البدن، في النفس، في المال، في العيال، أي حاجة هو ما يحبش تتقال عنه، ده تخين، ده أسود، ده إنك بتتكلم عن ملامحه الشخصية، ده إنسان عاصي، ده ما بيصليش، سواء تتعلق بالدين أو الدنيا، ذكرك أخاك بما يكره، إنك تتكلم عنه حاجة هو ما يحبهاش. الإمام النووي الله يرحمه قال: لا ده مش بس كده. أمال إيه؟ قال لك مثلا يدخل تحت هذا الأمر إن يذكر فلان أمام الناس، يعني السيد، فتلاقي واحد يقول إيه؟ بص يا جماعة السيد ده ربنا يعافينا، ربنا يعافينا. إيه بقى إن شاء الله ربنا يعافينا دي تقصد بها إيه؟ قال لك دي كمان تبقى غيبة، فلانة يا رب استر على بناتنا، استر على بناتنا، احنا مش عايزين نجيب سيرة حد، ادي غيبة. تقصد ايه بالكلام ده؟ يعني بيقول لك حتى التلويح مش بس التصريح، يقعد يقول فلانة مثلا دي مشيها بطال، ادي غيبة. قام واحد تاني قال ايه مثلا فلانة دي بصوا الله يستر على وليانا، مش عايزين نتكلم عن حد، نقول دي غيبة. يا سبحان الله يا جماعة، كل المسلم على المسلم حرام يا أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها المشاهدون الكرام الأكارم، يا من تبتغون رضوان الله، يا ناس اللي عايز الجنة، المسلمين كل المسلمين حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا جماعة نقعد نتسلى بأعراض الناس؟ نقعد نتكلم عن الناس؟ النبي يقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، إنك تقول عنه حاجة هو ما يحبهاش، ما يحب حتى لو فيه. فالصحابة بيقولوا له: يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. لو اللي أنت بتقوله صح تبقى غيبة، تبقى بلوى سودة، تبقى غيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إيه هو البهتان بقى؟ البهتان هو الكذب المحير. تخيل، يبقى انا كده عندي حضرات ثلاث كلمات جاءت في القرآن، ثلاث كلمات جاءت في القرآن، دول مصايب كبيرة. الغيبة دي مصيبة كبيرة، انك تتكلم عن واحد كلمة هو ما يحبهاش. الكلمة الثانية البهتان، ان واحد يطلع حاجة على واحد غلط، يعني يقول فلان ده انا شفته بعيني وهو مع واحده، وده اصلا ما حصلش. يبقى ده اسمه ايه حضرتك؟ اسمه بهتان. الحاجه الثالثه بقى افك. الثلاثه دول مصايب، الثلاثه دول جرائم. ايه هو الافك بقى؟ ان واحد ينقل خبر يتعلق بشخص وهو ما شافش ده حتى لو صح. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك ايه، سمعت اللي حصل ده، بيقولوا ان فلان مسكوه مع فلانه. طب هو شاف؟ لا ما شافش. امال مين اللي قالك يا حاج؟ ده جت في الجورنال، ده جت على الفيسبوك، ده جت مش عارف فين، ده انا شفتها على اليوتيوب. ده هو بنفسه ما شافش، ده هو اتحكاله، حد حكاله فراح نقل الكلام ده. مجرد انه قال الكلام ده، ده اسمه ايه حضرات؟ افك. التلاته دول جرائم، مصايب القرآن حذرنا منها، والتلاته دول من آفات اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. خلونا بس نطلع فاصل ثم نعود إلى حضرتكم بمشيئة الله. بعد ذلك الفاصل حفظني الله وإياكم من الغيبة والإفك والبهتان، نلتقي بعد الفاصل بمشيئة الله.